وزير ثقافة أو وزير حرب. رفع رئيس حكومة ثلثي الموالاة القائد محمد نجيب ميقاتي سقف الموقف الرسمي، فتبنى في جلسة مجلس الوزراء الأخيرة منطقة وحدة الساحات بقوله: نطالب بأن يصار في أسرع وقت ممكن إلى وقف إطلاق النار في غزة بالتوازي مع وقف إطلاق نار جدي في لبنان. نحن لا نقبل بأن يكون إخوة لنا يتعرضون للإبادة الجماعية والتدمير، ونحن نبحث فقط عن اتفاق خاص مع أحد. أعطه أسبوعا آخر ليرفع السقف أكثر، ربما أعلن رفضه لقاء أي مبعوث أمريكي أو أوروبي أو أممي لمناقشة تطبيق القرار 1701 قبل وقف العدوان على غزة وعلى اليمن الحبيب. انطلاقا من عروبة ميقاتي ومبادئه، سيفاجئ ميقاتي الجمهور بلوك جديد من دون كرافات. أعطه أسبوعين سيتخلى عن ربطة العنق ويعلن عزمه على تشكيل وحدة مقاتلة من تيار العزم تنتشر على الحدود مع فلسطين المحتلة إلى جانب قوات الفجر. رفع رئيس ميقاتي السقف كمن يرفع الكرة فوق الشباك في لعبة الكرة الطائرة. تلقف وزير الثقافة اللحظة وكبس تغريدة في أرض الخصم. لم يتأخر وزير ثقافة الممانعة في رفض موقف رئيس حكومته بإسناد ناري قائلا: ليفهم الجميع بأنه لا هدوء في الحدود مع فلسطين المحتلة إلا مع هدوء في غزة، وأننا لن نقبل أن يبقى أشقاؤنا هناك يذبحون، كتب المرتضى على منصة إكس. فماذا لو لم يفهم الجميع؟ وهل رفض المذبحة في غزة يعني أن نغامر بتعريض لبنان ليكون غزة ثانية؟ المرتضى نفسه كتب بعد شهر على الطوفان والمذبحة أن الشريحة الأكبر من الشعب اللبناني لا تريد الحرب ولا تسعى إليها لأنها مؤلمة ومكلفة، خصوصا في ظل الظروف الصعبة. الآن يريد أن يحارب، ماذا تغير؟ وما الذي يضمن للحكومة العاجزة عن تأمين الدواء والكهرباء والماء ودفع البلاء أن التنين سيهزم بدعاء المرتضى وقوة الحزب؟ تثبت مواقف المرتضى أنه الرجل المناسب للموقع غير المناسب. كان يجب تعيينه وزير حرب أو وزير دولة لشؤون الجهاد الزراعي أو وزير إرشاد كما في حكومات الملالي. أي ثقافة إيديولوجية يروج لها وزير التعبئة التابع لحزب ضد ثقافة وستة من الفنون السبعة؟ وأي انفتاح عبر عنه في خلال توليه مقاليد الوزارة؟ أي حريات يدافع عنها؟ كيف يفهم التنوع؟ أبحضور ورعاية فعاليات موسيقية وفنية وتكريمية؟ آخر حفل كان أرض المبدعين على أرض اليونسكو، حفل تقديم دروع قاطعته زميلة المكرمة نبيلة عواد اعتراضا على رعاية صاحب المعالي للحفل وعلى مواقفه السياسية التي تشكل مادة دسمة لأطروحتي دكتوراه.